توقعت هذا. اخرج من هنا. لابد انه تالف. قلت لك اخرج من هنا. حسنا يا شمس، سأخرج. لا عليك، سأرسل لك كيسا كاملا عوضا عنه. لا تجزعي، لن أخبر أحدا بعودتك. لا يعنيني، أخبر من تشاء. كأنك تعلمين أن العفو قد صدر بعد هروبك. شمس، عدت تسألين عن أبيك وأمك أم هو الشوق إلينا؟ ومن يشتاق لوجه العفونة والنتانة؟ تقصدين عبيد؟ عبيد رحل، ترك العوسج، ترك كل شيء لي، بما في ذلك هذه المطحنة. تتكلم وكأنك تملك الدنيا. بالطبع، سترين أني أملك كل شيء، وهذه المطحنة بالتحديد. لا شأن لك بها. سترين، سترين أن لي كل الشأن بها. دعينا من هذا يا شمس، لم أتملى من وجهك الجميل بعد. اذهب وتملى من وجه خنزير. كفاك مزاحا يا شمس، اسمعي، تعلمين أني لم أحب سواك، ويجب أن أطفئ هذا الشوق، وحان الوقت يا شمس. لتطفئ عيناك أولا. قوية، قوية وجميلة يا شمس. أغرب عن وجهي. سأغرب وسأشفق ثانية بعد أن تهدأ أحوالك. لنا موعد قريب، قريب جدا يا شمس. قسما إن النسور تعجز عن الارتقاء لهذا المكان. يبدو أنك عجزت يا أعرج. ربما، لماذا لا أعجز طالما أقضي حياتي خلفك؟ إذا جئتني بنفسك؟ بل سحبته من أذنه، واليمنى بالتحديد. خسئت. الأعرج لا يسحب من أذني، لولا محبتي للزعيم لما سرت معك خطوة واحدة. أعرف هذا. انظر ماذا أحضرت إليك. لم تحضرها بنفسك، لقد أرسلها إليك القرويون أيها الزعيم. لقد بت رمزا لهم أيها الزعيم، حتى إنهم مستعدون أن يبعثوا بأبنائهم إليك. نعم، ثم إن إحدى النسوة حملتني شالا لوردة هدية الزواج. انظر. أيخصك هذا البيت؟ ألا تجيبين؟ أنت تعلم أنني كنت سأقيم هنا. والآن؟ لا شأن لك. كفاك دلالا يا شمس. قل ما تريد وانصرف. اسمعي، أنت تعرفين جيدا أنه لا يمكنك أن تعيشي بمفردك هنا. سأعيش هنا وأكسب لقمة عيشي. قلت لك المطحنة لم تعد لكم، لقد باعها والدك للأغا، أو بالأحرى تنازل عنها. ما الذي تريده؟
أنت تعرفين جيدا أنه لا يمكنك أن تعيشي بمفردك هنا. سأعيش هنا وأكسب لقمة عيشي. أنت تقتل روح الحماسة فينا. وأنت أيها الزعيم، لم ترى كيف كنا نقاتل على الحدود؟ القتال مذاقه مختلف هناك. وهل للقتال مذاقات مختلفة؟ لا يعرفها إلا من يجرب أنواعه. أنا لا أبحث عن مقامات، أنا أبحث عن قطاع الطرق فقط. ليتكم تنظفون هذه المنطقة منهم يا سيدي. أنا هنا من أجل هذا. ومن غير الآغا يفعلها؟ لما لا يكون زكريا؟ لعله يريد أن يأخذ ما كانه لدى الآغا. زكريا جبان، لن يفعل ذلك. لا أريد أن أبقى هنا للشتاء، ولا يمكن لهذا اللص أن يجعلني أغيب عن عائلتي سنة أخرى. قلت دع، أخرج أنت. أتشهرين بندقية في وجهي؟